أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في سلسلة التعريف بمختلف المسالك الجامعية، وهذا هو الجزء الرابع. لمن لم يشاهد الأجزاء السابقة سأترك روابطها في علبة الوصف. هذا الجزء يتعلق بالدراسات العربية والدراسات الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. بالنسبة لمسلك الدراسة العربية، كالعادة سنتعرف على أهداف التكوين، شروط بلوغ التكوين ومدته، آفاق التكوين، المواد المدرسة في التكوين. بالنسبة للأهداف، العمل على الارتقاء بالدرس اللغوي والأدبي والفني في الجامعة المغربية وباللغة العربية إلى مستوى أعلى، مواكبة ما يستجد في الدراسات والأبحاث العالمية في الحقل اللساني والأدبي والفني، والعمل على تحديث طرق التدريس والبحث، انفتاح الدراسات العربية على الحقول المعرفية المختلفة والاستفادة منها في تطوير مناهج البحث في الآداب واللسانيات، تعميق صلة اللغة العربية وآدابها بالحياة الاجتماعية والثقافية وتوسيع مجال استعمالها، جعل الطالب ملما بالمادة اللغوية والأدبية والفنية العربية عبر العصور، جعل الطالب ملما بالفكر الأدبي ومناهجه، جعل الطالب ملما بالفكر الأدبي ومناهجه قديما وحديثا وفي الإنجازات العربية والغربية على السواء، تمكين الطالب من أدوات ومناهج قراءة النص الأدبي والفني والتمكن من استخلاص القيمة الفنية والجمالية وتذوقها. بالنسبة للشروط، بكالوريا أدبية، المدة 3 سنوات. الآفاق، إما الدراسة العليا الماستر والدكتوراه يعني إتمام الدراسة، أو تكوين مجازين مؤهلين في اللغة والأدب والفن للقيام بما يلي: تدريس في أسلاك التعليم المختلفة يعني الثانوي الإعدادي أو الابتدائي، الانخراط في المؤسسات العامة والخاصة في مجالات التنشيط الأدبي والفني والإعلام الثقافي. بالنسبة للمواد المدرسة، الفصل الأول النحو، الجزء الأول لسانيات، مدخل إلى الأدب العربي، البلاغة، العروض، حضارة إسلامية، اللغة الأجنبية. دائما اللغة الأجنبية حاضرة في جميع المسالك حتى في اللغة العربية. الفصل الثاني نحو، فقه اللغة، الشعر القديم، الحديث، الصوتيات، الفلسفة واللغة الأجنبية. الفصل الثالث نحو، الصرف القديم، صرف الحديث، نقد قديم. الفصل الرابع الصرف والتركيب، المسرح، مناهج النقد الأدبي. في السنة الثالثة يكون هناك تخصصين، مسار لغة ولسانيات ومسار آداب وفنون. بالنسبة لمسار اللغة ولسانية الفصل الخامس سيدرسون الترجمة، قضايا نحوية، النحو الوظيفي، لسانية النص، تاريخ الفكر اللساني، العبرية أو الأمازيغية. المسار الأدب والفنون في الفصل الخامس ترجمة، تحليل الخطاب، الأدب الصوفي، السرد المغربي، قضايا نقدية، السينمائيات. الفصل السادس ديال اللغة واللسانيات، النظرية اللغوية القديمة، لسانيات معرفية، لسانيات الخطاب، فلسفة اللغة والتداوليات، بحوث ومناظرات. الفصل السادس ديال الأدب والفنون، الأدب الرقمي، دراسات ثقافية ونسائية، الأدب المقارن، شعر مغربي حديث، بحوث ومناظرات. هكذا نكون قد وضحنا مسلك الدراسات العربية. الآن نمر إلى مسلك الدراسات الفرنسية. سنتعرف أيضا على الأهداف، شروط، الآفاق والمواد المدرسة. Pour ce qui concerne les objectifs, يعني الأهداف، premièrement, initier l'appréhension de la langue française à travers des textes littéraires classiques cernés par rapport à leur contexte culturel et historique. Deuxièmement, fournir les outils théoriques et pratiques nécessaires pour approcher les différents genres littéraires, conduire à l'analyse littéraire et autres formes de production et de rédaction académique. Troisièmement, permettre d'approcher la langue française selon différents niveaux et méthodes, et se confronter aux difficultés grammaticales, orthographiques, lexicales, etc. de la langue française. Pour ce qui concerne les conditions, baccalauréat ou tout diplôme reconnu équivalent. Connaissance suffisante du français parmi les conditions. Pour ce qui concerne les débouchés, l'AFAQ, master, doctorat, recherche scientifique, préparation au concours d'entrée aux écoles et aux instituts de formation, métiers de l'enseignement public et privé. Pour ce qui concerne les modules et les matières, semestre 1, grammaire, phonétique, typologie des textes narratifs, initiation au genre dramatique, histoire des idées,
les grands maîtres module langue. Semestre 2, grammaire, lexicographie, catégorie des récits, poésie et versification, histoire de la littérature, histoire des idées, introduction à l'interculturel, module langue. Semestre 3, morphosyntaxe, lexicologie, analyse du roman, théâtre romantique, histoire des idées et de l'art, initiation à la traduction. Semestre 4, morphosyntaxe 2, initiation à la linguistique, poésie, théâtre classique, histoire des idées et de l'art, initiation à la recherche. Dans la troisième année, il y a deux parcours, parcours linguistique et parcours littérature. Dans le parcours linguistique, semestre 5, il y a des stylistiques, syntaxe, sémantique, terminologie, phonologie, théorie linguistique. Dans le parcours littérature, stylistique, approche des textes littéraires, roman du XXe siècle, littérature maghrébienne, poésie du XXe siècle, littérature coloniale. Semestre 6, dit le parcours linguistique, analyse des textes littéraires, approche énonciative, syntaxe, pragmatique, sociolinguistique, PFE, et les projets de fin d'études. Principal semestre 6 dit parcours littérature, analyse des textes littéraires, approche énonciative, littérature comparée, théâtre du XXe siècle, littérature négro-africaine, PFE, projet de fin d'études. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التعريف بمسار الدراسات العربية والدراسات الفرنسية. أتمنى أن تكونوا يعني قد أخذتم معلومات تفيدكم في الاختيار الأنسب، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.